في عدالة بهالأرض، شو في عالم محرومين لقدر بيفرض حاله فرض الظلم بيحصد مظلومين. في عدالة بهالأرض، شو في عالم محرومين لقدر بيفرض حاله فرض الظلم بيحصد مظلومين. اختار المصير مجهول، حق ضايع مش مقبول، سيف وعرقاب مسلول، مين بيسأل عنهم مين؟ المصير مجهول، حق ضايع مش مقبول، سيف وعرقاب مسلول، مين بيسأل عنهم مين؟ شردها الجوع، العينين المليان دموع، قلب محروق وموجوع، متروكينه منسيين. الناس اللي شردها الجوع، العينين المليان دموع، قلب محروق وموجوع، متروكينه منسيين. مش مسموع، درب شوكه كل طلوع، مرق عليهم ألف قطوع، تاقوا منها المر سنين. عدالة بهالأرض، شو في عالم محرومين القدر بيفرض حاله فرض الظلم بيحصد مظلومين. اختار المصير مجهول، حق ضايع مش مقبول، سيف وعرقاب مسلول، مين بيسأل عنهم مين؟ شو رح تعملي؟ رح تمضي له على الطلاق؟ ما بعرف شو بدي اعمل يعني. يعني عن جد هالرجال ولا ما بقى عم بفهمه؟ انه شو بده مروان؟ بحبك بس ما بده يبقى معك، شو هالمنطق الاعوج هيدا؟ هل بخاف يأذيني؟ يأذيكي؟ وليش بده يأذيكي اذا بحبك مثل ما بيقول؟ بعدين انت بتحبيه ومش فرقانه معك الاولاد، شو بده اكثر من هيك يعني؟ شو بده اكثر من انه تاكدي له كل الوقت انك مستعده تكوني معه؟ مش عم بفهم. الرجال هيك، في اشياء بس تعقد براسهم خلص بتعقد لو ضويتيلهم العشره وشو ما قلتيله. انت مفروض تعرفي اكتر مني طارق، مش هيك؟ ايه بس دوحة مروان غير شي، مروان بحبك. طيب ليكي، ما فيك تماطلي شوي بالطلاق؟ منه بيقعد بينه وبين حاله بيفكر، بركي هيك يعني بيشتاق لك وبيغير رايه، شو قولك؟ ما بعرف، هو كتير مصر على الطلاق. قولك هديك البنت عم تضغط عليه؟ عجد يعني؟ ايه وتضغط عليه؟ انت شو فرقاني معك؟ ما يكون عتليني هم لإلها كمان، ما بيكفي عم تاخد لك جوزك؟ بدك تسرعي له الطريق كرمال تتجوزه بسرعة؟ ايه والله هيدا الله ما قاله. طيب يعني شو في أعمل يعني؟ كيف ماطل؟ شو الحجة؟ خلينا ننطر كم يوم نفكر، بس بهالوقت انت ما تمضي له الطلاق. بتعرفي
يا ريت فيني ابعت لهم شي حدا يدقوا قتلي لمروان، يبعتوا على المستشفى يحطوا بالزيت المستشفى يلي قاعد فيها طارق، هيك بركي بيقعدوا اثنيناتهم فرد مره وبيتعلموا درس اثنيناتهم. شو قولك؟ خير مين جايين على بكره الصبح؟ وجايين يعزوا ونحن بالبيجامات. طيب روحي افتحي شوفي مين. يلا. صباح الخير. اهلين سلمان. بعتذر اذا جاي بكير. لا لا تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. ايه العاوة بسلامتكم. ميرسي. الله يسلمك. ضحى صاحبتي، صاحبة البيت. اهلا وسهلا. تشرفنا. رح فوت جدد القهوة ايه؟ لا ما في داعي. لا ولو ما فيش من قيمتك. رشا موجودة؟ ايه هي بالأوضة، رح فوت عيط لها. اتفضل ارتاح. رشا اجاك ضيوف. مين؟ سلمان صاحب الجراج. بك شي؟ شو هي دول؟ من وين كل هالمصريات؟ لقيتهم بالجرور. يعني هول المصاري اللي كان عم بطلعهم براني طلال؟ ما بعرف شو ما كان عم بيعمل، عم بيعملوا كرمال بنتي كرمالي. طيب سلمان ناطر بالصالون، عيب ناطره أكتر. سبقتك الحقيقة. وهي اطيب نسكافيه الاحلى بالنوت. ميرسي. شو وينه شفيق بعد ما رجع؟ لا دخلك ما قالك لوين راح؟ جا تليفون ضروري، بده يروح شي ساعه ويرجع. او لك رحله عند مرته؟ وانت شو بدك بهذا الموضوع؟ يروح مطرح ما بده، ولا بس المهم تنقي ناقصك شي، عايزه شي، ولا بس هيك يعني وجبومه بس؟ لا لا لازم نرجع البيت بكره. ليش بقى؟ ليش بدك ترجع على فوق اصلا؟ ما فهمت شو عندك فوق. بتجيب اغراضي وثيابي يعني. ثيابك؟ هلا عن جد عم تحكي من كل عقلك؟ يعني هول الشقف والشراطيط اللي عندك اياهم مسميتيهم ثياب اللي شريتيهم من الباله؟ ليك يا حبيبتي وحياتك بقبرك اذا بتفكري تلبسي شيء منهم هول بعد، هذا البعض ناقص عايشه بهالفيلا وبدك تحطي هول؟ وشو بده يقول جوزك؟ بعد ما تجوزنا. هلا منيح ماشينا كلها كم يوم بتتجوزوا، بعدين دخليك كانه هو نايم على السيره، يعني ما ناويين تعملوا عرس؟ ليك يا حبيبتي بقصف لك عمره، هذا البعض ناقص يتجوزك وبلا عرس، انا والله العظيم ما بقبل، من هلا عم خبرك بقصف عمره. ها؟ ايه وشو انت ان شاء الله بدك تتركيني لحالي هون وترجعي على الشمال؟ شو ست غلود؟ يعني مثلا انت عزمتيني وقلت لك لا؟ ليكي هلا عن جد ضروري لازم اجيب كم غرض من البيت، انت امتى رايحه؟ انا طالعه بكره، يعني بالنهايه حرام عرفتي بدي اطلع اعطي خبر للزلمه انه بركي باجره للبيت احسن ما يتركه هيك، يعني مشانه للزلمه، واذا ناقصك اغراض قليل بجيب لك اياهم معي، بس انت ما تحلمي تطلعي بقى لفوق. ليش نحن بدنا نترك البيت؟ يي اكيد بدنا نتركه، وشو بدنا فيه دخلك يعني؟ لا لازم يضل البيت يعني ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف شو ست خلود، انه يابا نحن عم ندفع اجار يعني مشينا هلا بالناقص منه وبالناقص من اجاره. ايه بس انه بنتركه بالحالتين اصلا يعني اجار قديم مش محرز. ما بيحرز قلتي لي، لك يلا ما هيك الدنيا، هلا صرنا عم نقول ما بيحرز وخليه ولي رزق الله انا وياكي، بس كنا ما ننام الليل اخر الشهر بس عم نفكر كيف بدنا نجيب اجار البيت، بس شو ما الدنيا دولاب، الدنيا شو؟ دولاب حبيبتي. تشيرز. يا
شو كيف صارت اجرك؟ ان شاء الله احسن. احسن الحمد لله. سلامتك طارق. ميرسي، يعطيك العافيه. ميرسي. عزبتي حالك؟ ولو ما في عزب تفضل. الله يرحمه. ميرسي. مرحبا استاذ سلمان. بسلامتك مدام رشا. الله يسلمك. بعني لهلا مش عم صدق. طيب بتضلك عارفوا شي جديد؟ لهلا بعدهم مقتنعين انه خيي هو اللي قتله. مازن كمان؟ لعب بسلامتك. يا دعان الشباب. ما تشرب كتير. انت ما بيسوي لك الكافيين، بيعمل لك ستريس كرمال البيبي. مستقيمة؟ ايه. مبروك. الله يبارك فيك. انت حضرتك بتعرفه لغياس كرم؟ ايه بعرفه. ايش له علاقة غياس كمان؟ لا، بس لقيوا رقم تليفونه كذا مرة على تليفون المرحوم طلال. ايه ما هو طلال راح اشتغل عند غياس ببيروت هيك يومين عنده بالمعرض. هيك سمعنا. ايه بس عدم المؤاخذة، ليش عم تسألي مادموزيل؟ ولا شيء، بس الدرك بدون يحققوا معه. ليش؟ لا ما في شيء، يعني هن بدون يسألوا أسئلة لكل اللي كانوا أرقامهم على تليفون المرحوم طلال عادي. يعني بدو يحققوا معي أنا كمان؟ هلا هن بدو ياخدوك على المركز يعني يسألوك كم سؤال مثل ما عملوا معنا كلنا، بس أكيد يعني منك متهم أكيد. لا ايه فهمت. يعني أساساً أنت شو دافعك لتقتله لطلال لا سمح الله؟ أنا؟ أعوذ بالله. طلال ما كان موظف عندي، بس كان مثل خيي كمان. صحيح إنه ما خبرني إنه تجوز، بس اكيد بكون كان عنده اسبابه. هن اساسا ما قالوا لحدا، بتعرف يعني من ورا مشكله اهله واهله ما كان بدهم يعملوا قصه كبيره من ورا الموضوع. ايه صحيح. بتذكر مره اجى مازن لعندي وهيك كان رح يصير مشكل بينه وبين طلال الله يرحمه، بس ما قلت انه بدها توصل لهون. على كل حال الله يهدي الجميع، وان شاء الله ان شاء الله بالسلامه مدام بابنك. بنتي. لبنتك. يلا انا بدي استاذن. بالعمليه مدام ما تعوفيني اذا عزتي شيء. بتعرفي انت المرحوم كان مثل خيي، فاقل واجب اوقف حد مرته وبنته. فاي شيء اي شيء انا جاهز. بتشكرك استاذ سلمان، كلك ذوق. سلمان. سلمان حاف. نحن مش غضبه. بالاذن. الله يرحمه. تعيش. ارتاحي معلش. شو قوليك؟ شو قولي شو؟ يعني معقول يكون سلمان؟ سلمان؟ لا ما افتكر. مش هو اجى طلب ايدك من بيك قبل ما يعرف انه بدك تتجوزي طلال؟ بلا، بس هو ما كان يعرف انه نحن تجوزنا لهلا. ما افتكر لا. بس مبين مغروم فيك. ان شاء الله لا، لانه اذا هو كرمالي انا بقتل حالي. آية بقتل حالي. لا ما تقولي هيك، انت شو خصك؟ ليش انت شو كان خصك وقت اللي خطفوا بنته لطارق كرمالك؟ أجوبز. ايه يلا خلينا نمشي. يلا بس بدي دقيقة بغير تيابي لحظة. هتقلي شو انت رايح بالمنظر؟ قالي لا. لا كيف اشلا؟ ما بعدها شو راح على الخدمة؟ انت راح تعزي. هلا بنمر لعندك على البيت وهيك ساعتها بظبط شعراتي. اوكي.
سارة حبيبي شوفي أنا ما في أحكيكي. ليه عم تبكي؟ عارف. لك مين عارف؟ شو عارف حبيبي؟ العميد فات على تليفوني وشاف. لك شو شاف؟ لك ألو سارة؟ ألو؟ ايش؟ منشي؟ لحظة لحظة، ايش بك؟ ليش وجهك اصفر؟ ولا شيء ولا شيء. ولا كيف ولا شيء؟ مع مين كنت عم تحكي؟ ولا حدا ولا حدا. يلا يلا. ليك عفوا ما سألتكش، كيف صار خيك؟ خيي ايه اللي عم يتعالج؟ ايه منيح منيح، عم نعالجه هلا صار احسن. يا عال عال ليك على فكرة ايش عاد صار انت وروبرتا؟ لا هي رح نتجوز. اي متى؟ جمعة تجي. يلا عم تعمل رياضة تحت اليوم؟ وجاني ظهري بالتخت بتمشى شوي. انا اكيد انك ما اكلت من اكل المستشفى، جايب لك سندويشات شاورما مع طراطور اكسترا. قرب نقعد. لا والله اكله مش بطال على فكره. عرفت عنا شي خبر؟ يمكن احسن هيك. اللي كان بيني وبينها تسمم بعدينا. ليش عم بتضلك تلومها؟ هي ما ذنبها شي. بعرف انه مش ذنبها. بس بعد اللي صار صعب كثير الاشياء ترجع مثل الاول. ليش عم تكسر راسك هيك؟ بظروف الطبيعيه الناس بيكونوا بحبوا وبيبطلوا يحبوا. انت كنت تحبها وبطلت. لشو تكسير الراس؟ ومين قال لك اني بطلت؟ بعدني بحبها. خلينا ناكل هاللقمه، انت بترجع على اوضتك وانا برجع على شغلي. صحتين خيي. مروان حبيبي فيك توصل الاولاد عند رفقاتهم؟ انا جاي لعندي ناس بعد شوي. اوكي يا شو بيك مش عم بعدك من امبارح؟ مرتك عم بتعذبك؟ ما بدها تطلق؟ لا ابدا مش عم تعذبني بالعكس. ما بدك تقلي شو بيك؟ حياتك ما في شيء. يعني ما في سبب تغار؟ شو بدك تغاري؟ يعني من شي شبح ما عم يتركك تتهنى وترجع تحب؟ لا مش نفسي أبدا. يلا تعال. بيلبقوا لك؟ شو؟ الأولاد. بنروح على بيروت تلفتنا وبنعمل له كبسه هيك منجننا لصاحبته وبتتركه هي بعدين بيتذكر كرمي عن جد بحبه وبيرجع ليك لك انت مرته. ما هي لو افكارك هيدا بتزبط كان زبطت معه ولا لا؟ قصدك طارق؟ ليش يعني؟ طارق غير؟ ما بعرف اذا بيحبني مثل ما بيحبك مروه. يعني هو ولا مرة حسسك بشي انت وعنده اكل شاربة نايمة؟ ولا مرة قالك شي انه كل الوقت كان عيط ودفش؟ لا مش كل الوقت. شو يعني؟ اخر ليلة لما كنت عنده كان سكران بس عيط لي وقال لي تأجي نام حده وغمرني. اوقات على السكر بس يا آية نحن ما بدنا حب على السكر، بدنا حب على الواعي. بعرف ما في حدا مبسوط. قولك بعده بالمستشفى ولا طلع؟ ما تكون مفكرة تروحي تزوريه وتطمن عليه بعد كل يلي عملوا فيكي؟ لا هيك سؤال مش أكتر. ايه ان شاء الله يكون هيك. قلتلك لا خلص خلصت القصة خلصت ان شاء الله. بتعرفي شو؟ عم فكر روح على البيت غير تيابي برجع بعد شي ساعة ساعتين. هلأ؟
ما قعدي تغدي بعدين روحي. لا مالي هلا بتغدى بس ارجع. الرقم ذاته تبع خاطف البنت. ايه مزبوط هو ذاته من تليفون العميد خليفة المسروق. صار بدي قعدة مع العميد. ما تأخذني سيدنا بس معقول يكون العميد متورط؟ ما بعرف. بس الغريب انه يلي عم استعمل التليفون عم استعمله بكل جرائمه. شو جد بي يعني ما بفكر؟ بس يمكن كمان عم يستعمله هو بذاته مشان يوصلنا رسالة. على كل حال انت ما تحكي قدام حدا. خليني اقعد معه على السكت وبعدين نشوف. حاضر سيدنا. بالإذن. صار وين يا دينا؟ وين يا بنتي؟ قلي وين يا بنتي يا داريا؟ وين يا بنتي يا داريا؟ خلص سلوى روحي. ترجيك يا سلوى خلص روحي. سلوى روحي خلص. خلص سلوى. خلص بترجيكي خلص. سلوى خلاص. شو صار؟ قلي احكي شو صار؟ خطفوها و رجعوا قتلوها. لا انت وين كنت؟ شو كنت وين هي؟ قلي شو كنت عم تعمل؟ وين هي بتسكروا البنات؟ بنيت بالهي؟ بدك تحب وتنغرم وتعشق وترك بنتنا على الطريق مثل ولاد الشوارع؟ انا الحق علي اللي تركتها معك، فكرتك رح تربيها منيح وتهتم فيها. انا الحق علي كان لازم اخذها منك قبل ما توقع على الكارثه. بس شو بينفع هلا الحديث؟ دينا راحت راحت، عم تسمعني؟ بنتنا راحت. خلصتي؟ لا ما خلصت. قول اللي عندك. ضهري من هون. فلي من هون وما تخليني اشوف صورة وجهك نهائيا، عم تسمعي؟ ومين اللي قال لك اصلا وانا عبالي اشوف صورة وجهك؟ لشو جاي لك يعني؟ جاي تدفنيها لترتاحي نهائيا؟ تتطمني انه شبح ماضيكي ما بقي يلحقك ويزعج لك حياتك الجديدة؟ ما بيكفي اللي عملتيه فيي وفيها؟ شو بعد بدك؟ بدك تقتليني إلي؟ طمني أنا رح موت لوحدي، مش عايز وحدة مثلك تساعدني. اسمعني كثير منيح، أنا ماني جاي لهون تفتح معك أحاديث، هو موضوع واحد بس ما في غيره. جوزي ما بيعرف شي عن حياتنا سوا، لا عن زواجنا ولا عن طلاقنا. واليوم من بعد موت بنتنا، آخر خيط كان بجمعني فيك انقطع. فيكون بعلمك. إذا بعد مرة واحدة بس حيالله كلمة عاطلة بتوصل عن لسانك لجوزي، إيوا حياة عيونك، هذا الموت البطيء اللي عايشه تسرع لك إياه 10 مرات زيادة. عم بتهدديني وليه؟ أوصي أوصي ولي جبيني، أوصي ورايحيني من حياتي بقى، أوصي ولي جبيني. شو ناطرة؟ ناطرة أسمع بعد كلمة واحدة بس غلط عن لسانك،
وساعتها بنعرف مين بيناتنا الشبان. طيب يا جماعة نغير لكم شوية جو، عندي خبرية لكم. هات نشوف. صاحبنا هون رح يتجوز آخر الجمعة. عن جد؟ مين؟ روبرتا. روبرتا عالم الدين؟ شو عدا ما بدا يعني؟ لا عدا ولا بدا، هي بتحبه مغرومة فيه، مستعدة تساعده لحتى يربي إخواته، وايش ما بدها بتعمل له، ايش بده اكثر من هيك؟ وانت داني؟ انا شو؟ بتحبها؟ ليه؟ شو بها روبرتو؟ داني شو هلا شو في؟ في انه يعني ايش بدك تقولي؟ بدك تقولي انه في شوية ظروف ساعدت. شو داني؟ رح خبرهم. شو بعد في تخبرنا يعني؟ خيو صغير لداني طلع معه سرطان بعيد عنكم، وعلاجه رح يكلف كتير، وروبرتا ورطت هبوسة كبيرة، فهي رح تساعده بعلاج خيو. سلامته خيك، يعني ما كان معنا خبر. يعني بدك تتجوزي على مصلحة؟ لا مش مصلحة، مصلحة عرغبة، هي بدها اياني وانا بدي مصرياتها. على كل حال انت منك ولد وبتعرف مصلحتك كثير منيح، ونحن ما بنتمنى لك الا كل خير. شو اي متى العرس جقل؟ السبت، مش هنعمل عرس كبير، شيء على الخفيف، مش وقته هلا. ورح تقبل روبرتا بعرس على الخفيف؟ بعدك مش حاضر طارق؟ يلا. حكيته لحاتم؟ ايه حكيته. شو قال لك؟ قال ما مش الحال، دبر حدا محلي. بس نظهر من هون بتلاقي شغل تاني، ما تعطل هم. قوم غير تيابك، يلا. قوم. مين هاي؟
بعرفك على صاحبتي روبرتا، جاي تشوف معي المحل قبل ما استأجره. طبعا بدي اشوف المحل، انا جاي تشوف المحل. شو فكر دني سايبه هيك حبيبي؟ ايه لا. بعدين وين كانت حضرتك وقت اللي كانوا يبعتوا وراي اكبر شركات بالبلد كانوا ياخذوا رايي اذا بدهم يشتروا عقارات جديده ويبيعوها 10 مرات اغلى للمواطنين اللبنانيين والعرب؟ بعدين كانوا يشتروا شقق مرتي حق فرنك. شو بدي خبرك؟ حيطان عم بتنش، الحنفيات مصداية، البلاط كل بلاطة بعيدة عن التاني متر. شو بدي خبرك لخبرك؟ ولا لو ما شفتن أنا بعيني ما كنت صدقت. بس شو؟ بويا يلا على الطرش يا شباب، ما ديرش إلا الطرش بهيدا البلد. بتصدق؟ دخلك ليه عم تطلع فيي هيك؟ هلا أنا بعرف إني حلوة وعارفة حالي بس ما تكون مفكر حضرتك عم تحكي مع نسوان حبيبي. ايه لا، شفت هول الزنود؟ هول مش زنود الست، هول زنود البعبع يا قلبي انت. طيب استاذ داني، نحن تشرفنا وانا بضل معك على اتصال. شو بجد؟ بالاذن. بالاذن. احترامي سيدنا، كنت رايح لعندك. ايه عاد مش مشكلة، خلينا نحكي هون. في شيء جديد؟ بخصوص قضية طلاب شمعة؟ الماكينيسيان؟ ايه. شو بين معك؟ بعتنا تليفونه على التدقيق وتبين معنا انه اخر اتصال اجاه هو من الرقم ذاته تبع خاطفين البنت دينا بدران، يلي هو رقمك الشخصي، تليفونك المسروق. والمقصود؟ ممكن حلل انا وياك شوي اذا بتسمح. شو المقصود تحديدا من هالشغلة؟ اي شغلة؟ اللي بقصده هو إنه إذا كانوا المجرمين هن ذاتهم يلي قتلوا البنت ويلي قتلوا طلال، حسب ما قضية التليفون عم بتبين لنا، ليه عم يستعملوا الرقم ذاته؟ معقول يكونوا هالقد هبل؟ معقول ما خطر ببالهم إنه ممكن نكتشف هالشي وإنه يكون خيط أساسي يوصلنا للحقيقة؟ إيه، ووصلت للحقيقة؟ لا بعد. يعني ما فاتتك شي هالمعلومة؟ بعد. غير إنه. غير إنه شو؟ قصدك تتهمني انا بكل هالجرائم؟ لا ابدا سيدنا، انا مش هيدا قصدي. بس كانه هيك قصدك يا رائد. انا بس عم حاول افهم سياده العميد. ما تحاول، ارجع ركز على الخيط المضبوط يلي على الارجح راح يوصلك للحقيقه، لانه مثل ما انا عم شوف انه هيدا الملف معقد بلش يتعبك شوي. واذا هيدا المضبوط بيكون افضل انه اذا منشيلك من هالملف ومنرجعك على مكتب مخافحه المقدرات. فشو رأيك؟ لا سيدنا، إحساسك مش بمحله أبداً، بالعكس أنا مركز كل التركيز على هالملف هذا بالذات، وإن شاء الله قريباً رح نكمش رأس الحية وننصف المظلومين. عافاك لكن، بس تذكر شغلة واحدة، أنت عم تفتش على رأس الحية تتجنب المظلومين، زيح الأطفال على جنب. ما في إنسان عاقل إن كان رجال ولا مرأة بيصحط وبيورط حرب الرسيلة وبيكون هو ضحية 100% لو شو ما كانت ظروفه. إنسان مسؤول عن تصرفاته وعن خياراته بالحياة والنتائج يلي تتأتى عنه. فقصة هالضحية أنا ما بتفوت براسي، ومثل ما شاري بيستحق العقاب، بيع بيستحق بيلي بيشنيه كمان. يا ريت يا عميد الحياة هيك مثل ما عم توصفها، يا بيضة يا سودة. يمكن على أيامكم كان الخط الفاصل بين الخير والشر أوضح، بس بيتهيأ لي إنه من فترة الأشياء بطلت هيك 100%، والمساحة الرمادية بيناتهم كل ما قلها عم توسع. هالمساحة الرمادية اللي أنت عم تحكي عنها خلي قضاء يكسر راسه فيها. نحن شغلنا قانون وبس، والقانون ما بيتلون، يا أبيض يا أسود. فخليك محافظ على القانون وطبق القانون بحذافيره. فهمت علي؟ فهمت كتير منيح. يعطيك العافية.
لك تشرب قهوه معي؟ في طبخة قديمة بالطنجرة صار بدها كب. كبة. هلا بترتاح لك يومين نرجع منروح انا وياك مننبش على شغل، انا فيني اخذ فرصه، ما في مشكله. ما تعذب حالك، انا بروح لوحدي. يا صديقي ما في عذاب، ما في عذاب. يمكن صار لازم بلش اتعود اعيش لوحدي. مثل ما بدك. مش هيك كان بدي. بس هيك صار. يمكن الحق علي ويمكن لا. مش مهم لا. يمكن مش حق حدا. ما في انسان كامل لحتى يقرر حق مع مين وحق مع مين. الله وحده صديقي. وليمه رجعتي؟ تعشيتي؟ بحضر لك شيء؟ هلا كنت بعمل عروس لابني. انا فتحت علبة سردين وحطيتها بالبراد اذا طالعة عبالك. اوكي هلا بشوف. دخلك ايا؟ انت وطالعة على البناية شفتي شيء لمحتي سيارة نتالي؟ ما انتبهت. ليش؟ يا عمي شغلين لي بالي. قلن 10 ايام اختفوا ما عم شوفهم بالبناية. من النهار اللي نزلوا يتعشوا مع هيدا غياس. وما تلفنتيلهم؟ طبعا تلفنتلهم، عم دق على النمرتين ما حدا منهم بيرد علي، مشغول بالي كثير عليهم. أنا من الأول قلت لك ما ارتحت له لهيدا غياس. طيب وشو بعمل هلا؟ ذهني ما عم بيردوا، ما عندي ولا نمرة أتصل فيها حتى أطمن عليهم. خلص أمي روقي، شو بده يكون فيه يعني؟ إذا بيهم شي ببين، ما الخبر العاطل بيوصل بسرعة أساسا. أو ليك؟ إيه والله، مع حق. والله متكلمة وفهيمة. يا سميرة ما راح مر بك دعين، بتعذبك من وقت لوقت بس بتبيض الوجه. هلوى بس على حياتي. وين كنت لهلا؟ قلت لك عن سونيا عم يلعب ورق. بتعرفي سونيا من شوي عم تسأل عنك. عني أنا؟ أكيد هي خرفانة، ما بعدني هلا ظاهرة من عندها. أي ساعة تلفنت؟ من شي ساعة وأكثر. لا، أنت أكيد عم تمزح معي. شو عم تجرب تعمل يعني حياتي؟ شو عم تحاول توقعني ولا شو؟ شو ما عندك ثقة فيي؟ بلا. لكن ليه عم تعمل هيك؟ بعدين ليه عم تقلد اللي قبلك؟ انت ما بيلبقوا لك هالحركات. انت اكبر من هيك. بعدين حياتي انا بحبك ومش معقول اصلا افكر اني خونك. ما خنت اللي قبلي معي او لا؟ هلا معقول عم تقارن حالك لهالمهبول؟ لك شو جاب لجاب حياتي؟ ليش هديك انا اصلا عيشه كنت عايشتها معه ومعك انت عيشه؟ شو هالحكي هيدا؟ انت حياتي ومش منقص علي شيء. ليش بدي خونك؟ مستحيل اصلا خونك. يلا جود نايت. في شيء بدي خبرك اياه. لك هلا بعدين تعال. موضوع كثير جدي.
طب ما لانه جدي عم اقول لك اجل لي لبكره وتعرفوا هالاشواق. سلوى سلوى. نعم. من فتره دينا انخطفت، من بعد هيك عرفنا انه قتلوها. دينا بنتي، انت عم تحكي عن دينا بنتي؟ ليه؟ كيف؟ انت من امتى معك خبر؟ ليه ما خبرتني؟ ليه؟ سلوى حبيبتي، ما كنت بدي اشغل بالك، كنا بعد بتأمليني انه هي وما يصير شيء، بس